جدا من الاستاذ عمرو فاروق طبعا نائب رئيس النادي، وادي الاستاذ محمد الجرحي، وادي الاستاذ محمد سراج، كل صراحه اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي حريصين ان هم يكونوا موجودين يا كابتن سيد مع الفرقه عشان اللحظه دي. طبعا طبعا، وهو يعني المجلس كله بيدعم زي ما قلت لك، ونائب رئيس النادي يروح للفرقه امبارح ويجتمع بيهم، والنهارده هذه لقطه الموسم طال النادي الاهلي كابتن طارق الغنام كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي، ولحظه رفع كاس مصر لكره السله 2018 مع مجلس اداره النادي الاهلي مع كل الاحبه وكل لحظه التتويج. احلى لحظه في حياه لعيبه النادي الاهلي انه يتوج بكاس البطوله، وادي الشباب الصغير، وادي لحظه التتويج كابتن طارق الغنام والفرحه الكبيره مع زمايله مع اعضاء فريق النادي الاهلي، وباين عليهم احساس السيزون، باين عليهم تعب السيزون من الفرحه والغنى والحاجات الجميله. واكيد يعني يا ريت الصوت بس يعلى ويشوف ونسمع نجوم النادي الاهلي بيغنوا بيقولوا ايه.